كل واحد فينا اكيد طبعا مختلف عن التاني في طريقه تفكيره في شخصيته في كل حاجه طبعا. انما دلوقتي بقى عندنا هاجس كبير جدا ان احنا حتى بنفكر في يعني في المستقبل بشكل سلبي قوي، ان احنا حتى بيننا وبين نفسنا انت ربنا كرمك الحمد لله بصحه كويسه، كرمك بوظيفه كويسه، حتى لو الحاجه اللي انت فيها دي نعمه عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني فكر فيها ايجابيا، فكر فيها ان انت ربنا اداك حاجه كويسه وخد منها الجانب الايجابي علشان تعرف تطلع لبكره حاجه ايجابيه برضو. لكن احنا بنبص دايما للجانب واللي مش عارف ايه، ان انت بني ادم خلاص الدنيا مش عارف ايه اللي حصل لها وانا مش عارف هعمل ايه. يا سيدي ده انت في احسن حال وفي احسن من غيرك يا جماعه. والله العظيم لو دخلنا في مرحله الرضا، الرضا الداخلي بالنسبه لنا وفي نفسياتنا كده، صدقوني هيبقى بالنا مرتاح جدا، وهتحس ان انت مش بتفكر في بكره بشكل كبير، لان انت رامي حمولك على ربنا طالما انت بتعمل اللي عليك وخلاص، والموضوع مش سايبه كده.